أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرص مملكة البحرين على مواصلة تبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز استدامة القطاع السياحي في المملكة عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة السياحة مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيدة رفيف عبد الرزاق قائد برنامج التنمية المستدامة، حيث أشارت سعادتها إلى أن وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض توليان أهمية كبيرة لضمان التزام المنشآت الفندقية ومنشآت القطاع السياحي الخاص بمعايير الاستدامة. وبيّنت وزيرة السياحة بأن مملكة البحرين حريصة على مواصلة دعمها للجهود العالمية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة والمساهمة في تطوير المبادرات الداعمة لخلق منظومة سياحية مستدامة تدعم نمو السياحة الدولية. وخلال الاجتماع استعرض وفد مجموعة البنك الدولي الجهود التي قام بها وإمكانية استفادة القطاع السياحي من هذه التجارب والممارسات لتعزيز التنمية السياحية وإطلاق المشاريع التي ترتكز إلى تحقيق التنمية المستدامة.